حصل معاك ان جالك اكتئاب واحباط، ان كل شغلك اللي بيطلب او كل شغلك اللي بيجي لك ما بيكونش مسرح وبيكون سينما وتلفزيون؟ ده جالي احباط في الاول خالص في البدايات، لان كنت فجأة ما حدش بيعرض عليا مسرح خالص خالص، وكنت متضايق جدا من الموضوع ده. انا خريج فنون مسرحية، فنون مسرحية يعني ازاي يعني. لغاية ما قابلت احد المخرجين وسلمنا على بعض وقعدنا وسهرنا في اليوم ده مع بعض، فقال لي انت مش عايز تشتغل مسرح؟ قلت له عايز اشتغل مسرح، ده انا هموت واشتغل مسرح. قال لي مش عارف، اصل يعني انا يعني بخاف من الممثلين بتوع التلفزيون دول. قلت له ليه؟ قال لي ما بقاش فاضي بقى ومشغول وبتاع. قلت له يا سيدي هنوضب، قول لي بس وانا هوضب لك الدنيا ما تقلقش. فقال لي بجد يعني انت عندك الرغبه دي؟ قلت له جدا. تلف الايام والسنين، لما ابتدى ينحصر عني الشغل بتاع التلفزيون كان نو واي، انا مش هقعد برضه في البيت بعيد عن الشغلانه اللي انا بحبها. فابتديت اشتغل مسرح. فالفتره اللي فاتت ديت، الكام سنه اللي فاتوا دول، عملت حوالي 5 عروض مسرحيه في مسرح الدوله، وده كان طبعا كان بيعمل لي نوع من التعويض. وفي نفس الوقت انا شايف ان المسرح ده جيم الممثل، يعني بيعمل عمليه تسخين كده لادواته. لكن هيقعد في البيت، عندنا ما احنا مصطلح يقول لك لا، ما هيقعد هيصدي، ما بيشتغلش، ما بيمتهنش، ما بيمتهنش المهنه بتاعته. ف كان المسرح مهم جدا مؤخرا بقى، لكن كان في الاول طبعا طبعا ما كانش حد بيطلب خالص خالص. طب حصل ولا ما حصلش انك استنيت سؤال او مساعده من زميل عزيز عليك وما لقيتهاش؟ لا ما حصلش خالص خالص خالص. انا كل اللي اشتغلت معاهم حتى لو من جيلي او سابقني او كده كان متعاونين جدا جدا. يعني انا يذكرني الله يرحمه ممدوح عبد العليم، عملت معاه مسلسل زمان كان من امتع الايام والاوقات اللي انا قضيتها مع هذا النجم. ابراهيم يسري الله يرحمه، الله يرحمه، كان من اشد الناس اللي بتقف جنب اي ممثل سواء جديد مستمر يعني بيشتغل بقاله فتره وبتاع، لكن كان متعاون جدا جدا. لا ما قابلتش ده. طب حصل انك عملت دور في عمل فني ولقيت بعد فتره او بعد عرضه ان الدور في مشاهد كتير اتشالت منه، ولا ما حصلش؟ لا ما حصلش ده، انا كنت بشيل مشاهد لنفسي على فكره. ليه؟ يعني كنا جينا فتره كده كنت الاقي عشان التايمنج بتاع الحلقات، فلاقي المؤلف عامل مشاهد وتيجي بالصدفه المشاهد دي انا فيها، فحس بعد ما اقرا المشهد فلاقيه المعنى بتاع المشهد انا قلته في مشهد قبل كده. فكنت اروح اقول للمخرج، اقول له ما انا قلت المعنى ده قبل كده في المشهد كذا، فيقول لي طب ايه؟ اقول له ما تيجي نشيله، يقول لي انت غريب يا اخي، انا ما يعني انا شخصيا ما احبش ان انا اكرر الا لو كان دراميا مطلوب ماشي، ده حاجه تانية. لكن ده في بقى بعض اعمال ان نفس المعنى يتحط في كذا مشهد و5 و6 لا هيبقى بايخ. بس